شكرا على قناة صوت العدالة على هاد التغطية الإعلامية لهاد البطولة الجهوية اللي هي مرت في جو مزيان تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسين والطاي بوكسين والرياضة المماثلة. نظمت عصبة الغرب بطولة جهوية للكبار والشبان في رياضة الفول كونتاكت بمدينة السيدي قاسم بقاعة القاعة المغطاة العقيد العلام. الحمد لله يعني دازت في جو رياضي مزيان، يعني كل شيء يعني استفد من هاد التظاهرة. وللإشارة هاد التظاهرة هذه اللي درناها في الفول كونتاكت للاستحقاقات اللي هي جايه اللي منظمها الجامعه ان شاء الله في البطولات اللي هي مقبله، كنستعدوا لها اللي هي مقبله في رياضات اخرى في الفول كونتاكت في الطاي بوكسين في الكيك بوكسين. ولهذا مبرمجين على طول السنه حسب برنامج الوطني انه قبل ما تكون تظاهره وطنيه كنديروا تظاهره جهويه باش دائما هذوك الابطال اللي هما عندنا في الجهه، وبلا ما نخفي عليكم في الجهه عندنا يعني دائما تمثيليه في المنتخب، يعني كنعتزوا بهذ الابطال اللي هما كينتميوا للعصبه ديال الغرب لان كيرفعوا الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه وكيحققوا القاب. وكنتمنوا لهم مزيد من التالق ومزيد من 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 التمارين في الرياضه باش يكون ديما العطاء اكثر. ومره اخرى كنشكر قناه صوت العداله لهذه التغطيه الاعلاميه ونتمنوا التوفيق. وكنشكر جميع من ساهم في انجاح هذه التظاهره، السلطات المحليه، الامن، القوات المساعده، الهلال، الناس اللي مشرفين هنايا من الانديه للجمعيات اللي هي في مدينه سيدي قاسم على يعني انه يعني كانوا يعني في المستوى المطلوب. وفرصه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعدها كنشكر السي جهاد رئيس جمعيه جاد فيتنس على هذه المبادره. والابطال ديالنا انس عالله احتل الرتبه الثالثه وضحى البوزيدي احتلت الرتبه الثالثه، اول مشاركه لهم وكانت مشاركه جد مشرفه. وكنتمنوا لهم في المستقبل ان شاء الله شي حاجه تكون احسن، وكان التنظيم في المستوى وكل شيء كان في المستوى، يعني الحمد لله كانت الامور على خير وبخير، كان داكشي مزيان. وكانوا ابطال اخرين عاوتاني نيت قاسميين تاهما في المستوى وحققوا نتيجه مزيانه، وهذا هو اللي كاين. هذه هي رساله الناس ديال مدينه سيدي قاسم والناس المنظمين لهذه البطوله. كنشكروا بعدا الناس المنظمين على هذا الشيء، هذا يعني واحد التنظيم كان في المستوى وتعاملوا معنا واحد المعامله زوينه. والناس سيدي قاسم راه يعني رياضه الكيك بوكسينغ ولا الفول كونتاكت راه يعني رياضه نبيله. انسان اللي بغى يجي مثلا يجي راه كاين النادي ديال جاد فيتنس، جاد فيتنس يعني قرب الجامعة المخازنية. اللي بغى يجي ان شاء الله مرحبا، راه التوقيت عندنا 9 ل10 كبار ومن 8 ل9 الدراري صغار، يعني اللي بغى يجي مرحبا. وحنا راه كنخدموا مع الدراري يعني بواحد الخدمه يعني مميزه، كاين معنا ابطال يعني ولاد سيدي قاسم النيت حققوا نتيجه زوينه، كيجيو يترينيو معنا، كيجيو عندنا النادي، كاين رئيس الجمعيه تا هو راه في المستوى تبارك الله عليه، يعني راه شي حاجه اش غنقول لك، راه ما كيبغي لا ماديات ما كيبغي لا، كيبغي انسان يعني يكون في مستوى زوين وكيبغي الدراري يعني يحققوا ليه نتيجه زوينه، هذا الشيء اللي كيبغي. اما الماديات ما كيهضرش عليهم كاع، في مره اخر حاجه عنده هي الماديات، هذا هو اللي كاين. الحمد لله كانت بطوله في المستوى، الحمد لله جات المدينه ديالنا في سيدي قاسم، والحمد لله شاركنا شاركت بسبعه ديال الابطال اللي تمثلوا مدينه سيدي قاسم. حاليا دابا الحمد لله كاين 3 ديال الذهبيات وباقي 2 ديال الابطال باقي ما لعبوش، باقي ما وصلوش النواب شي يعيطوا لهم باش يلعبوا. والحمد لله كانت الاجواء رياضيه والبطوله دازت في المستوى. وكنشوفوا مثلا عندك بزاف ديال الابطال تفوقوا في هذا الهدف، بالنسبه لشنو هذا الشيء هذا فين كيتمثل؟ شي تيجي من خدمه، ماشي خدمه ديال شهر ولا شهرين، تيجي خدمه ديال سنوات ديال واحد 3 سنين ولا 4 سنين ديال الخدمه.
هي اللي تعطي الاكل ديالها. اليوم حنا تناكلوا النتائج ديالها يعني الحمد لله، وباقي ان شاء الله تنطمحوا باش نكونوا في الصعيد الوطني والدولي لمدى ان شاء الله. شي كلمه بخصوص للناس اللي منظمين هذه البطوله هي؟ ايه، وتنشكروا جنود الخفاء ديال هاد التنظيم ديال هاد البطوله هذيا، تنشكر اخ جهاد حسني الحاج، اخ مصطفى الطايق وعبدو ربو. الحمد لله حنا تقاتلنا باش نحاولوا ننجحوا هاد البطوله هذيا، وتنشكروا السلطات وتنشكروا المجلس البلدي اللي الحمد لله دعمونا وعاونونا ان شاء الله باش ننجحوا هاد البطوله هذيا. المشاركه كانت في المستوى الحمد لله، اللعب كان في المستوى الحمد لله، ربحت المباراه الاولى بالضربه القاضيه والمباراه الثانيه بنقاط، وهذا الشيء كامل ترجع للاستاذ مراد، هو اللي المجهودات ديالو هي اللي بدات لنا هذا الشيء هذا كامل، وهذا الشيء هذا الخدمه ديال اعوام وشحال من حاجه والانترينمون وبزاف د الحوايج كيرجعوا للاستاذ مراد. شي كلمه بخصوص الناس اللي منظمين هذه البطوله هذه؟ كنشكروا هاد الناس على التنظيم الزوين اللي دار في مدينه سيدي قاسم، وشكرا لكاع الاساتذه اللي ساهموا في هذا الشيء هذا. الحمد لله داز بطوله فو كونتاكت زوينه، داز الكومبال الاولى بين اوقات الحمد لله، لعبنا الثانيه الفينار داز الحمد لله، دينا الفينار والحمد لله على هذا الشيء اللي وصلنا ليه الحمد لله بزاف، وهذا الشيء بفضل الاستاذ مراد تنشكروه بزاف، فضلوا بزاف باش وصلنا لهذا الشيء، وما كانش هو ما كناش نكونوا في المرتبه هذه، تنشكروه بزاف والحمد لله الحمد لله على كل خدمه. كاينه خدمه للوصول لهذا الشيء الحمد لله، كاينه خدمه بزاف والتعب تعب بزاف الحمد لله الحمد لله، الله واقف معنا. شي كلمه بخصوص الناس المنظمين وباش شاركت انت هنايا في هذه البطوله هذه، شي كلمه الناس؟ تنشكرهم بزاف، تنشكرهم بزاف المنظمين، تنشكروا اساسيده سيدي قاسم كاملين، تنشكروا